شبح وتهته البس عمية طلع عمره راجل كان ماله هدومه عن الوراية من اول يومه وفي ليلة حمراء والدنيا ضلمة حصلت له صدمة وقال ده عادي وهي جنبه في لبنبي قالت له صيني قال لها انتي طفي النور رش بخور يلا عملت الدور وبعد ثواني فضل في مكانه محلك سر تقولش جعر بصت له بصة ما بعدها بصة لقيته قطة قال لها لا ده انا وحش الشقة بلاها خور وطفي النور انا داخل انا مش ههد الدور وقابله صاحبه وقال له اصلي قال له مالك فيه يا صاحبي يكسره بحسرة وبعينه كسرة التاني فيه منه من الاسرة وكل شفقة قال له عادي ايه يا صاحبي كان يوماتي ما تشيلش هم وكفايه غم نفض وكبر كحالاتي بس الاهم لا والمهم اسمع كلامي روح حوام خلي الحوار اوام يتلم قبل الفضيحه يرشي المدام وده كان قاعد حالته حاله بص لقى اعلان زباله سعاده زوجيه في العلبه دي على ايه ضحك وقال اخيرا فرجت انا النهارده هنام وانا هثبت راح وطالب ومية شارب بلع عالسرعة وعالأوضة قالت ولاش علاش وده داخل قطه واخد خطه قال اجرب وهيقرب راح مسرب ولا صغرت له صغرة شفيته بقرة قالت له برا عيب يا راجل مش كل مرة وراح لسيد صاحبه حبيبه اخر يوم كان من نصيب فتحت جماعته وسألها فين قالت له جوه نايم في سيره دخل له صوته ونادى عليه خش يا بطة عمل عبيط وسابه يزيد لما دخل عنده البيت وكل كسوف بص لبخور قام قايل له انا عندي ظروف المدام بتشوفني خروف اعمل ايه ده انا لسه شوف وجع عليه وقال له يا بيه هقول لك حل النبقي مفيش ميراثيه في الليله دي بص عليا انا اعمل ايه كل ده وحلك بسيط فتح الدرج طلع شريط مكتوب على العلبه الداريه قال له كاتب اميه ميه مكتوب على العلبه الداريه قال له كاتب اميه ميه ماشي والعلبه بجيبه فرحان خلاص هيداري عيبه ماشي والقلب بجيبه فرحان خلاص هيداري عيبه دخل البيت وقلبه حديد واثق في نفسه مع الشريط دخل البيت وقلبه حديد واثق في نفسه مع الشريط طلع شريط وخد حباية فجأة شاف أسد في البيت شاف نفسه عامل حكاية حس انه بجد جديد فجأة شاف أسد في البيت 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 ولع النور من واحد لمية